تأكيد هسألك عن خوان كارلوس أوسوريو وبيان نادي الزمالك أمس بانتهاء الأزمة، بانتهاء الأمور المالية بالنسبة لأوسوريو، والراجل خلاص رحل عن النادي الزمالك بالتراضي. ما كواليس هذه الأمور، خاصة إن كنا سمعنا إن أوسوريو راح اتحاد الكورة وكان بيسعى على شكوى نادي الزمالك، الأمور خلصت إزاي بين قوسين كده بشكل سلمي؟ لا، هو مش الموضوع قضية إن الامور كلها من الانديه الكبيره تطلع بشكل محترم، وده اللي حصل من نادي الزمالك، وبنشكر الناس في نادي الزمالك ومسؤولين في نادي الزمالك كان عندهم حرص كبير ان الموضوع يطلع بشكل محترم، الموضوع ينتهي بشكل يليق بالطرفين، وده اللي حصل يعني الحمد لله، وصلنا لاتفاق. الراجل برضه يعني ما كانش حابب ان يبقى في اي مشكله مع نادي الزمالك، وتنازع عن جزء كبير من مستحقاته، والامور كملت بشكل محترم يعني. جزء كبير من مستحقاته. طبعا يعني فيما يخص الشرط الجزائي والراتب اللي كان او الرواتب اللي كانت متاخره بالنسبه للمدرب. مظبوط. طيب. طبعا يعني بيقدر نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ومش حابب يكون فيه مشكله، وعلى اساس ده اخذ القرار يعني ان هو يتنازل عن جزء كبير من مستحقاته وينهي الموضوع. طيب، بما انك انت هتبقى اقرب الناس لاسوريو، اكيد اتكلمت معاه كتير في وقت كان الناس كتير بينتقدوا اسوريو في شغله الفني في الملعب. الراجل ده، وانا كنت بقول هنا دايما، كان محير، سي في رائع جدا، سي في مميز جدا، بيعمل مباريات رائعه جدا مع نادي الزمالك وبعد كده مباريات غير جيده بالمره. ايه كان مشكله اسوريو مع نادي الزمالك، خاصه زي ما بقول لك ان هو من السيفيات المحترمه جدا اللي جت مصر بشكل عام؟ اسوريو ليه مدرسه تدريب معينه وليه فلسفه في شغله، وكان يعني الاتفاق من اول يوم ان هو يكون موجود، ان انت عارف اسوريو في شهر 4 وكلنا يعني الاتجاه كله ان احنا في شهر 7 تقريبا هيبتدي يبقى في انتقالات ونروح البطوله العربيه بلعيبه جديده، وعلى اساسه كان ده الاتجاه وده الاساس يعني. ان اسوريو في فلسفته وفي طريقته بيحتاج نوع معين من اللعيبه بمراكز معينه، وده اللي كان اساس الشغل، ان هو الراجل جاي 3 شهور يبتدي يظبط الفريق ويشوف ايه طلباته وعلى اساسه هيبتدي يبني بيه. لان زي ما كان واضح هو فلسفته مش هيغيرها كريم. والناس دي يعني طبعا انا مش بقارن برضه عشان الناس ما تحطش، بس مثلا جوارديولا راح مانشستر سيتي، قعد اول موسم ما خدش حاجه، لان هو كان الراجل بيشوف كل حاجه وبيحط طريقته وفلسفته ايه المراكز اللي محتاجها ويبتدي يبني الموسم اللي بعديه. فيعني اصولي من نفس، انا طبعا مش بقارن برضه تاني، انا بس بقول ان هو نفس المدرسه او نفس الفلسفة. بس انت مش بتقارن، ده صح، انا عارف ان انت راجل كمان مهني كويس جدا وتتفاهم هذه الامور، بس اصولي نفسه في المؤتمرات الصحفيه كان يتحدث عن مانشستر سيتي ويتحدث عن بيب جوارديولا، وانا وزملائي والجميع، وممكن تكون انت كمان وانت بتتفرج بتقعد تقول نفس الجمله، ما هو اللعيبه اللي مع مانشستر سيتي واللعيبه مع بيب جوارديولا مختلفه تماما عن اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك، خاصه نادي الزمالك عنده نواقص كثيره بسبب ايقاف القيد وخلافه. فعشان كده كنا دايما ننتقد فكره انه طرق اللعب ربما اكبر من امكانيات الفرقه في الوقت الحالي. هو برضه يعني من وجهه نظره ان اللعيب يقدر يتطور ويتعلم، وده باين اعتقد مع لعيبه كتير وجود اسوريو في الملعب. لكن هي الفكره كلها الوقت، عامل الوقت بالنسبه والضغط اللي موجود في الانديه ما بيديش المساحه ان حد يقدر يصبر لمده طويله، وده اللي حصل يعني في الاخر يعني. لكن طبعا هو مدرب كبير، أكيد. مدرسه تدريبيه كبيره، أكيد. لكن ما كانتش الظروف مواتيه ان هو الامور تمشي في الشكل الكويس يعني. هل كان متوقع اسوريو انه يرحل عن نادي الزمالك او الزمالك او اداره الزمالك تاخد قرار برحيله قبل مباراه بيراميدز؟ يعني اي مدرب كريم لما يبقى موجود وبيبقى شايف ان الظروف اللي حواليه مش كويسه بيبقى متوقع اي حاجه تحصل يعني. لكن هو طبعا كان يتمنى ان الامور تمشي بشكل احسن من كده. خلال فتره عمله مع نادي الزمالك كان فعلا الراجل بيجي له عروض كتير؟ والله يا كريم الراجل جاله عروض كتير من امريكا الجنوبيه وحتى من المنطقه العربيه، بس طبعا امريكا الجنوبيه كانت اكتر. لكن هو الراجل كان حابب ان هو يكون موجود في نادي الزمالك، وكان حابب ان هو يعمل انجاز في نادي الزمالك، وعشان كده كان بيرفض كل حاجه يعني. طيب، هتكلم معاك بصراحه شديده، وفرصه دلوقتي ان احنا نفتح الكلام ده بما انه اسوريو مش موجود على راس الجهاز الفني فنتحفظ على كلام، بس اسوريو موجود في نادي الزمالك، نتفق جميعا ومفيش خلاف على ده انه الزمالك نادي كبير واكيد يتشرف بتدريب نادي الزمالك زي ما الزمالك كان يتشرف بتدريب مدرب محترم زي اسوريو للفريق.
بس ظروف الزمالك والوضع المالي ووضع اللاعبين وكثير من الامور ما تقولش ان في مدربين اجانب بيحبوا يكملوا مع الفريق في الوقت ده. ليه كان متمسك بنادي الزمالك؟ يعني انا بس عايز اقول حاجه، ان اصولي لما جه نادي الزمالك نزل بقدر كبير عن الراتب الطبيعي اللي هو بياخده او اخر مرتب كان بياخده او المرتب اللي كان بياخده في اي مكان تاني. يعني دي نقطه مهمه، لان هو الراجل كان حابب يكون موجود في المنطقه، حابب ان هو يعمل انجاز او نجاح. يعني الانجاز او النجاح بالنسبه له مهم زي الجانب المادي يعني. عظيم عظيم، فهو ده اللي خلاه يبقى موجود مع نادي الزمالك، انه برضه ليه له اسم او باع في المنطقه العربيه كمان، مش بس نادي. طبعا هو في نادي كبير ومش اي نادي يعني. عظيم. طيب بما انك انت راجل بين قوسين كده من الناس اللي بتعرف تجيب مدربين كبار، وفكر الناس بس الراجل ده يا جماعه اللي جاب مارتن يول، يعني واحد من الاسماء الكبيره وجروس طبعا، مارتن يول تحديدا الاسماء الكبيره اللي كانت موجوده في اوروبا، يعني كان اكبر اسم جه مصر تقريبا بعديه جه كارلوس كيروش طبعا. هل انت في الفتره الحاليه من الناس اللي بتبحث للزمالك عن مدرب اجنبي جديد؟ طبعا الفترة اللي فاتت كريم كانت أهم حاجة بالنسبة لي، إن احنا نقفل الملف ما بين أسوري ونادي الزمالك بالشكل اللي يليق بالطرفين. وده طبعا حصل امبارح. ممكن يعني نبتدي نتكلم في حاجة زي كده، لكن قبل كده كان الموضوع هيبقى صعب إن أنا أقدر أتحرك في حاجة أو أتكلم في حاجة قبل ما أقفل الملف ده. وده اللي حصل، فنبتدي الفترة اللي جاية نتكلم معاهم ونشوف إيه يعني التوجهات وايه اللي ممكن نادي الزمالك يبقى محتاجه في الفتره اللي جايه. طيب وقتها انا كنت كاتب مش قايل في حلقه ان مارتن يول اللي جاب مارتن يول ده انا مش عارف اقنعه ازاي، ففرصه برضه وانت معايا دلوقتي تقول لي يعني ايه اصلا مارتن يول يوافق انه يجي مصر. طبعا جه النادي الاهلي، يعني اسم كبير في القاره الافريقيه، اهم اسم في القاره الافريقيه، بس ليه مارتن يول وافق على تدريب النادي الاهلي حتى لو بنتكلم من الذكريات يعني؟ ما والله كريم زي ما انت بتقول يعني الراجل كان جاي النادي الاهلي جماهيريه كبيره جدا، اكبر نادي او من اكبر الانديه اللي موجوده في الشرق الاوسط، فطبيعي ان هو يبقى حابب ياخد تجربه في نادي كبير زي ده. واعتقد هو حتى يعني لو التجربه يعني ظلمت، يعني ان مارتن يول تقريبا الفرقه اللي حققت النجاحات كلها بعد رحيله هو اللي كان عاملها، يعني هو اللي كان اختار علي معلول وجونيور اجايو وعمرو السولية والشناوي، يعني معظم الفرقه هو اللي كنا ابتدى هو اللي يرتب الامور فيها كلها يعني، لكن الظروف ما سمحتش ان هو يقدر يكمل يعني. صحيح. استاذ محمد حبشي وكيل اعمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك خوان كارلوس اوسوريو، زي ما قلت لكم الراجل ده هو اللي جاب علي معلول في مصر، جاب مارتن يول، جاب جروس الزمالك، جاب اسماء كبيره. احب انا ده بين قوسين كده او بين السطور، يعني احب وكلاء اللاعبين اللي بيشتغلوا بانتقاء كده، اللي هو ما بيشتغلش وخلاص، اللي هو مش بيشتغل بالكم، بيشتغل بالكيف، حجم التاثير وحجم الاسماء التي تضيف للكره المصريه. يعني بغض النظر مثلا مارتن يول نجح ولا ما نجحش مع النادي الاهلي، بس انت جايب مارتن يول مصر، جروس واحد من الكبار المدربين في اوروبا، اوسوريو بالمناسبه من في امريكا اللاتينيه، دي حاجه عظيمه جدا، بس هو خلاص ما اللي عمله مع نادي الزمالك. علي معلول واحد من اهم 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 المحترفين اللي جم في تاريخ مصر، انا رايي دايما وبقوله يعني وبسجله ان ده اهم محترف جه في تاريخ مصر، يعني علي معلول، مع كامل الاحترام طبعا لاسماء كبيره وهتعجبكم اسماء عده يعني، بس على مستوى الشخصيه والاستمراريه والمهارات والامكانيات وكل حاجه، فبالنسبه لي شخصيا يعني علي معلول هو الافضل يعني.